ما عندكش مواعيد الليلة دي ولا ايه؟ انا لغيت كل مواعيد الليلة دي. انا الليلة دي ملكك، قاعد معاك للصبح. مش هينفع، عندي بعد ساعة اجتماع في المجلس. هي دي المجلس على فكرة بقى، شكلك بيبقى غلس قوي في المجلس وانت مع النواب والوزراء. تخليكي معايا. ها؟ طب بذمتك القعدة معايا مش أحلى؟ أمجد، أنا قلت لك قبل كده أنا اللي حدد إمتى نتقابل وقد إيه. يلا قوم بطل لعب عيال، أنا مش فاضية، أنا عندي مسؤوليات كبيرة. مسؤوليات كبيرة؟ هو في أكبر من كده مسؤوليات؟ انت يا زلمه الخمره اللي حسب دماغك، انت نسيت انت بتكلم مين؟ لا يا ستي ما نسيتش بكلم مين، بكلم فريده هانم، اكبر وزيره في تاريخ مصر، يا ستي اكبر وزيره في الكون. بس الكلام ده بره مش هنا، واذا كنت انت وزيره فانا هنا الملك. مش مظبوطه، الشنطه بتاعت شكلها اتفتح. انت بتقول شنطتك اتفتشت من ساعه ما زياد نزل وانا شايف ثلاثه واقفين تحت بيراقبوا العماره كده؟ تمام، مش واخد شمت. اتشمت انا، شنطتي متاكد ان هي اتفتشت. يبقى عاملين لنا كمين ولاد الكلب وجابونا هنا ومستنيين يصطادونا في اي لحظه. يصطادونا ازاي؟ احنا بعتوا لنا بتوع الهجره، احنا باسبورتاتنا وورقنا كله سليم، ولو على التهريب احنا مش داخلين بحاجه اصلا. الشقة دي مش أمان، والحاجة ممكن تكون موجودة في أي حتة. تعال نفتش أم الشقة دي، يلا. أنسة شيماء، أنسة شيماء، في حاجة يا نحلة؟ هيخطبك ولا بيستعجل؟ هو مين ده يا نحلة؟ أنا كان ماشي معاكي، كان ماسك إيدي. يا نحلة أنت، أنا بخاف عليكي، والله العظيم بخاف عليكي. مش عايز اي حاجه وحشه تحصل لك، صدقيني. نحلة انت عارف ان انا بستجدعك واعتبرك زي دياب اخويا، مش كده؟ بس انا كنت بعتبرك حاجه اكبر من كده بكتير. بصي على العموم، ربنا يسعدك وانا فرحان ان شاء الله، بس هو يكون عارف قيمه الحاجه اللي معاك. نحلة هو انت قلت لحد؟ مفيش يا شيماء، انا نحلة هفضل جدع قصادك طول عمري، متخافيش. يا اهلا وسهلا، قلت لي بقى اسمك ايه؟ سيد يا باشا. عاشت الاسامي يا ابو السيد، بس تصدق يا اخي سبحان الله فيك من الرايق شبه كبير قوي. امال يا باشا، مش اخوات ورابعين على بعض؟ وعلى كده بقى بتشتغل ايه يا ابو السيد؟ انا بزنس مان، عملت لي قرشين كده بره وجاي اشغلهم في البلد. شغل شمال طبعا مع اخوك. ما تطردين مع بعض. لا يا باشا، انا والرايق شغالين يمين في يمين، والاوعى مالناش فيه الا اللي يعوق معانا. طب صح كده ابو السيد برضه؟ يعني هو يسافر بالسلامه وانت تيجي من السفر ولا حد يدينا خبر؟ ايه يا عم؟ ده احنا نعمل معاك الواجب، حبايبنا كتير برضه في المطار. تسلم يا باشا، واحنا حبايبنا برضه في المطار. بس صدق الرايق عمل خير بسفره اليومين دول، يعني عشان يومين قلق كده ويخلي مسؤوليته برضه.
من ايه لا مؤاخذة يا باشا؟ من حاجات كتير طبعا. ما انت خواجه بقى وما تعرفش السيرك اللي بيحصل في يومين الانتخابات هنا. ربنا يساويها يا باشا. باشا وسيد، ادينا اتعرفنا على بعض يا سيدي، واكيد اشوفك تاني. اكيد يا باشا. طب انا عايزك كده ان شاء الله اول ما الرأي يجي بالسلامه تبلغه اللي عايزه. ماشي يا باشا. بليز طب سيدي، الحمد لله على مفيش حاجة. كم طب اهدى بس، كالم كالم.